احنا الفكره ببساطه بنقول ايه؟ الدكتور اسامه بيقول ايه؟ كلام الاطباء احسن يعني صعب كده مكعب. ببساطه يا جماعه احنا بنعمل زراعه قوقعه للاطفال ان هم ما بيسمعوش خالص. يعني الطفل لو اتولد ما بيسمعش وانت اكتشفتي او انت اكتشفت ان هو ما بيسمعش في السن من 1 لـ5، كل ما كان صغير كل ما كان افضل. يجي بيه على المستشفى قسم الانف والاذن عند دكتور اسامه. ده احنا بنسجله على قوائم الانتظار. الدوله مشكوره بتعمل له صرف قوقعه. قوقعه بتكلف حوالي 300,000 جنيه بالاضافه لتكاليف العمليه كل الدوله بتتحملها. احنا بنعمل له العمليه دي، والعمليه دي مجرد ما بيعملها الحمد لله نسبه نجاح العمليه دي تقريبا 100% دلوقتي. يعني كل الناس اللي بتركب القوقعه بترجع تسمع وتتكلم عادي. الموضوع السماعات ده موضوع السماعات خاص بضعاف السمع، يعني هو بيقوي عمليه السمع. لو انت ركبت السماعات ومفيش امل في تحسن عمليه السمع ارجو انك ترجع لدكتور اسامه في المستشفى. الطبيه فهو ده خير، واحسن ادخار في الخير في الصحه. يعني الصحه دي تاج على رؤوس الاصحاء، الصحه دي من الحاجات المهمه جدا للبني ادم. يعني ممكن يكون الصحه اهم من الاكل. فكون ان هو يسعى والناس تسعى وفي مؤسسات زي مصر بلا مرض، وان شاء الله دايما مصر تبقى عافيه ومتعافيه. فاهلا بحضراتكم جميعا واهلا بكم في هذا اليوم الجميل. هو يوم كله خير. ايوه لا وكيل عليكم واترك الميكروفون للاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه. بيعمل تحليل من سن يوم قبل ما يطلع شهاده الميلاد بتسجل في الوحده الصحيه، فمع التسجيل بتسحب عينه الدم. عينه الدم دي لها الحاجتين، للغده الدرقيه ولامراض الميتابوليزم. في نفس اليوم ده بتعمل اختبار اسمه ابتعاث صوتي. الاختبار ده بيدي نتيجه من اثنين، يا اما باص، والباص ده معناه ان هو الولد هيبقى سمعه طبيعي ان شاء الله طول عمره، يعني سمعه طبيعي ما فيش فيه مشكله. يا اما بيدي فيل، يعني بيدي انه فشل في الاختبار. فشل في الاختبار ده نتيجه غير دقيقه. فده بيتحول لنا واحنا في وحده السمعيات هنا في مستشفى الاحاله، يعني بيحولوا حاجات لينا بنعمله حاجه اسمها كشف عصب، يعني العصب نفسه بنيب الطفل نديله تخدير ونكشف على العصب بجهاز معين. الجهاز ده هيقول لي ان كان في عنده مشكله في السمع، يبقى هقول اه والله ده هو كذا. يبقى من سن يوم هبتدي معاه في الاجراءات لغايه نوصل لسن سنه، يا اما هيكون السماعه ابتدت تجيب تاثير معاه، يا اما هبتدي ازرعها القوقعه من سن سنه. الاطفال اللي احنا زرعناهم سنهم سنه وشهرين حاليا، من بدري يعني، حاليا في المدارس وفي نفس السن الدراسي بتاعهم. يعني بيبقوا اطفال طبيعيين جدا. سيمون منبلوب عوني عاد، منبلوب عوني عاد. مين يا فادي؟ محبوب شفيع، محبوب شهيد. استاذن حضراتكم لو سمحتم. بس الهام لا في اسماء الاولاد دول عشان نحتاج نجيبهم.